أرسل عليها حسبانا من السماء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في قناتي، معاكم علاء عامر. يا رب تكونوا جميعا بخير. النهاردة بصراحة يعني أنا مش عارفة أرد إزاي على التعليقات الجميلة اللي جات لي امبارح. الله يعزكم يا رب، يبارك فيكم، قد إيه ناس محترمة وجميلة وقلبها أبيض، ربنا يبارك فيكم جميعا يا رب. النهاردة أنا نزلت رنين، ما نزلتش اول النهار يعني صراحه، انا خلصت الاكل بتاعي والبيت والحاجات دي، وقبل ما الولاد ترجع من المدرسه بساعه كده خطفت نفسي بسرعه ونزلت عشان رنين. كنت عايزه اجيب بقى لماما هديه يوم الام، مش هنقول عيد الام، هنقول يوم الام. هي كانت طالبه مني حاجه، هي انتوا عارفين الامهات اصلا ما بتطلبش، بس مع الضغط كده تلاقيها خلاص اعترفت هي ناقصها ايه او محتاجه ايه. فبعد ضغط كبير كانت عايزه تجيب الشوايه الدبل اللي هي زي اللي عندي كده، اللي هي انتشرت قوي عند ناس كتير دلوقتي، اللي بتقلبيها على الناحيتين وبتشوي او بتشوح او تعمل كده. هي مقتنعه جدا ان هي كويسه، وكمان عشان ما شاء الله حجمها كبير. انا دخلت كان في عروض كتيره جدا جدا، طبعا انتوا عارفين بقى العروض بتاعت اليومين دول عامله ازاي ورمضان والحاجات دي، فما شاء الله اي حاجه هتلاقوا عليها خصومات كتيره. فاخدت جوله في المكان كده الاول، لان كان في حاجات كنت بسال عليها لان كنت محتاجاها، واشتريت كام قطعه كده ليا، بس عموما انا كنت نازله عشان اشتري لماما اصلا. فروحت على طول طلعت على دوري التاني عشان هو اللي فيه الحلل والحاجات دي. ورنين ده جنب بيتي دايما اقول لكم، عندنا هنا في العجمي في ابو يوسف ودايما بصور فيه. المهم بقى انا دخلت على الشوايات على طول، لقيت منها كذا سعر وكلهم تركي، يعني كلهم نفس الصناعه، بس الفرق في السعر بقى لقيته في المقاس. وانا اولا ما كنتش اعرف ان الشوايات دي مقاسات، كنت فاكره ان هي مقاس واحد وخلاص، اختلاف الاسعار دي بترجع لاختلاف الماركات او البلد المنشا وكده. فلا، لما سالت بقى الموظف بتاع المكان قال لي اختلاف المقاس، فلقيت الصغيرة مقاس 36 ب 380 جنيه زي ما انت شفته. قال لي في بقى الكبيرة بتاعتها قدام شوية. المهم وانا رايحة لقيت بقى عروض كتيرة جدا على الطاسات، اطقم بقى كاملة كتير، بس هي تقريبا كلها تروفال وحاجات كده او نوفال. فانا ما يعني ما لفتتش نظري ان انا كده كده عندي يعني الحاجات دي، بس حبيت كده ابص فيها. ولما رحت شفت المقاسات الكبيرة شوية، لقيت فعلا ان هي اغلى عشان مقاس اكبر، يعني الكبيرة مقاس 40 والوسط اللي في ايديا دي او اللي هي اصغر منها على طول مقاس 36. دي نفس الماركة اللي عندي بالظبط، كي اند اي، بس طبعا انا يعني اتعلمت من اخطائي، ودي الكبيرة اهي، ان ما جيبش الشوايات فاتحة. انا بتاعتي لونها روز فاتح، فانا ما حبيتش بقى اجيب اللي هي لونها فاتح، حبيت اجيب غوامق. بصوا بقى في ماركات تانية اصلا، بس انا معرفهاش بصراحة، ب 450 وفي ب 500 كمان، فقلت لا خير الامور الوسط. وفي نفس الوقت ماما بصراحة كانت شرط عليا ان انا اجيبها حجم صغير عشان ما تكسلش تستخدمها، لان هي وبابا بس فردين في البيت، فلو جبت لها كبيرة قوي هتيجي تشوح فيها مثلا نص فرخة ولا فرخة، هتلاقي ان الحجم كبير جدا وهتكسل تستخدمها غير في العزومات او في الاماكن او في الايام اللي فيها اكل كتير. فقلت بصراحه التزم باللي هي قالته عشان تستخدمها، ما احبش يبقى عندها حاجه ومكسله تعملها، فانا هحس ان انا ما فتهاش بحاجه. دخلت كمان هنا عند الكوبايات والحاجات دي، اسعارها كتيره جدا جدا متفاوته قوي، لان طبعا في ماركات كتير واحجامه ومقاسات والحاجات دي. انا كنت عايزه كوبايات شوب للعصير، لان انا كنت لسه شاريه واحد من 3 4 شهور كده، حلو جدا ويعني ازازه حلو قوي، بس هو للاسف اتكسر مني كذا مره كذا قطعه يعني، فاتبقى منه 2. المهم اشتريت لنفسي، هوريه لكم لما نرجع البيت، لان انا دلوقتي خلاص تاني يوم الصبح على طول وصلت الولاد المدرسه وركبت على طول الساعه 7:10 ونزلت رحت لماما. دخلت عندها بقى، بصوا بجد اتبسطت جدا، لان هي فرشت حاجات رمضان والزينه والحاجات دي، عندها الفانوس اللي قلت لكم عليه عايز يتبيض زي بتاعي بالظبط، هي محضراه او هي حطاه على طول في الريسبشن على فكره. لقيتها بقى فرشه مفارش رمضان، يعني ما شاء الله، يعني انا والله اتبسطت قوي لما شفت المفارش مفروشه وحاجه رمضان، حسيت فعلا ان رمضان دخل. ففعلا سبحان الله بيدي بهجه جامده قوي. هي حاطه المفارش فوق المفارش العاديه عشان لو حبت تشيل مفارش رمضان في اي وقت او تنظف او كده يعني. هنا برضو لقيتها حاطه فرع نور، هوريه لكم، حاطه داير ما يدور في الريسبشن كله، هي بتعمل لنا الفطار دلوقتي، فقلت بقى فرصه وهي بتعمل الفطار اخد لكم جوله في الريسبشن بتاعها.
هي حطت شوية حاجات بسيطة بس والله مدية بهجة كده للمكان قوي. بص بقى هنا عملت فول وبطاطس وفلافل وبيض، وعملت لي كمان جبنة مش دي بالخلطة وجبنة تركي وشوية حاجات كده دلع. بس فقلت لها لا انا هقعد افطر معاكي، وبعد كده بقى نبقى نقوم ناخد فكرة عن الحاجات اللي عندك. طبعا ما كانش ينفع استناها تجيلي زي كل مرة عشان اديها الهدية بتاعتها، قلت لا لازم اروح لها فرصة كمان الولاد بتروح المدرسة، اخطف نفسي سريعا كده يعني، واحاول ارجع قبل ميعاد رجوعهم. والحمد لله ربنا وفقني كده ورجعت. طبعا فتحت النيش بتاعها اخد الكوبايات، هي يعني كان النيش واحنا صغيرين محظور، دلوقتي لا عادي اعملوا اللي انتوا عايزينه واللي عايز حاجه ياخدها. فاخدت كوبايتين كده عشان اعمل فيهم النسكافيه، وكوبايه كبيره عشان انا بحب اشرب ميه في احجام كبيره كده عشان احس ان انا شبعت. بس فطرنا، وان شاء الله باذن الله في فيديوهات تانية اول ما بقى اروح لها تاني بقى في يعني اجازه تكون طويله شويه، هبقى اديكم جوله في المكان اكبر من كده، لان النهارده كنت مركزه على زينه رمضان وعلى كمان الديب فريزر بتاعها عشان تفريزات رمضان. يلا اجري ايزو خلاص، تعالي يا ماما افتحي بقى الزبده ودي كمان الزبده. كان نفسك في ايه؟ هو هيكلمك؟ كان نفسك في ايه؟ الشواية. لا استني يا مامتي حبيبتي، جبت لك اكبر مقاس. لا هو حقيقة يعني بتاعتي اكبر، بس انت قلت لي هاتي الصغيرة عشان على قد انت وبابا صح؟ لا كبيرة هعمل بيها ايه؟ اهي يلا افتحيها، جبتها لك غامقة كمان. ايه انا اتعلمت ان الفتحة بتغمق بسرعة. لا جميلة. ماركة تي اند واي او اند اي صح؟ زي اللي عندي بالظبط، بس دي لونها بني وبتاعتي اكبر، دي 36 المقاس. دي تركي ولا؟ تركي، وعندي المقاس 40. هي دي فيها، هي فيها دي زياده، دي لو اتقطعت. طب خليها كده. بصي بتتركب بتتفك اهي كده، ثواني ماما هوريكي بس تفك ازاي. اهي هنا في مفصلات شايفها؟ دي عايزه تفكيها تفصلي عن بعض خلاص، بس انت استخدميها كده بقى احسن. لا احسن والله، بس هتبقى تقيله عليكي قوي ماما في الغسيل. لا مش مشكله مش مشكله. لا 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 طب استني بس نقرا تعليمات الاستخدام احسن ما كده، وما اعرفش اركبها فخليها احسن. بصي دي المنتجات بتاعتهم، حيله الاطقم كامله بالوان بقى دي اهي. بصي دي الوانها بامبي والبني اللي انا جبتها، وفي رصاصي وفي موف. لا والله اللون جميل جدا النحاسي ده. هو كان فيه تقريبا الوان كتير بس انا ما عرفتش افتح العلب كلها عشان اختار، فلقيت البني دي لقيتها غامقه قلت حلوه. حلوه ربنا يخليكوا يا رب. جميله. لا ما عليهاش تعليمات استخدام، بس انت عموما يعني بيغسليها اكيد يعني صح؟ المغناطيس بتاعها ما شاء الله قوي. بصي تقلبيها كده وهي فيها الاكل، محكمه يعني محكمه الغلق، تعرفي تقلبيها بالاكل. ايوه فاهمة؟ تمام. مبروك عليك يا ماما والله. ربنا يخليك يا حبيبتي. دي بقى جبت لك العصاره اللي انت قلت لي عليها عشان انا ما بستخدمهاش خالص. انا بستخدم بتاعه كنود، فدي اللي انت كنت جايبها لي اصلا. عصرت البطاطا. ايوه عشان الولاد لما يجوا معاكوا اعمل لهم ان شاء الله العصاير. بصي هي دي القطعه بتاعتها. هي ما فيهاش حاجات كتير، هي دي. ما انا بشغلها. بتشتغل بالضغط مش بزرار. ايوه. هي كده ركبت. اسمها ماكسل. اضغطي كده؟ هي كده هي كده. اضغطي كده؟ اضغط على ايه؟ استني كده، في قطعة. في قطعة ناقصة تصدقي. في قطعة ناقصة. ليه؟ يا ترى بتهيألي. ايوه مش في قطعة هنا ناقصة؟ لونها ابيض شبه دي. بالصورة. بيركب عليها البرتقال. ايوه اهي. بيركب عليها البرتقال. هي فين؟ عندي انا في البيت معقول؟ هجيبها لك بقى. يبقى هي شكلها عندي، انا ما فتحتش اصل العلبه خالص قبل ما اجي، يا دوب جبتها من تحت السرير بس. وهنا بقى بتفتحي عشان العصير ينزل. يمكن وقعت؟ وقعت منين؟ انا ما فتحتش العلبه. بصي هي دي طول الوقت مقفوله، بتعبي العصير جوه. ما هو كده كده مش لا دي غطا البرتقال. مش هعمل بيها لان هستنى القطعه. ما انا عارف، انا بقول لك عشان لما اجيبها لك تعرفي تستخدميها ازاي. طيب لما تتملى برتقال هنا دي بتفتحي دي عشان تجيبي العصير. ها ماشي،
كده مش بس تكوني حاطه طبق تحتيه، تكوني حاطه طبق تحتيه يلا خديها يلا تقلي العصير كله في الارض بجد. ايوه لازم تبقي حاطه كوبايه طبق عشان العصير هينزل من هنا كده. اه ايه تعملها تصور كل ده شيليه. ايوه طبعا مليان ايه عقصه حلوين يا مامتي قوي قوي يا اختي ربنا يخليك كل يوم. الله معلش بقى انا اسفه والله يعني على القطعه دي انا والله ما شفتها فعلا ما فتحتش اصلا. هتلاقي عارفه في المطبخ. ما انا قلت اكيد بقى طالما هي مش عارفه لو سالتي الدود ده هيطلعها لك صنع لي. لا لا مش هيطلعها. لا طلعت بقى في منتهى الجمال. لا استخدميها بقى النهارده ولا حاجه. تعالي بقى اوريكي تورينا الزينه بتاعت رمضان. فرشتي ايه بقى هنا مامتي؟ عملتي ايه في المفرش اللي ده؟ ده الرنر الكبير وفي واحد صغير كده على الجزامه ابقي شوفيه. ده الكبير اللي انا كنت مديهوله بتاع السفره. ايوه ده الكبير وفي صغير حطاه على الجزامه وفي كمان اتنين مفرش. انت هنا كنت حاطه الكبير اللي احنا فطرنا عليه صح؟ ده صغير والله. انتوا ما بتفتحوش الديب فريزر ده كتير صح؟ عشان كده حط عليه مفرش يعني. والخضار كله اللي احنا. طب حلو. طب بصي هو هنا كمان حاطه القطعه الثانيه. هنا القطعه الثانيه. ورينا القطعات دي يا ماما كده ممكن ناخد فكره. قطعات ايه يا ماما دي؟ بسكوت. الله اشكالها حلوه قوي جميله. كل الاشكال صح؟ ايوه الله. بصي الحجم ده قصدي الشكل ده كانه نجمه بس الله على الجمال. عندك واحده زيها رمضان احلى مع تيتا صح؟ ايوه في الديب فريزر الثاني. حلو. تعالي بقى نعمل الفانوس ده دلوقتي. ودي رمضان احلى مع جدته. انت حاطاه على الثلاجه صح؟ طب ماشي هنعمله دلوقتي. ماشي تعالي اللي على الجزامه. اللي على الجزامه اهي. جميله. الكفر بتاع السجاد ده الكفر اللي على بتاع السجاد ده هتفرشيه لما نيجي ناكل؟ لما نيجي ناكل بقى ان شاء الله هتفرشه على الارض ان شاء الله. طيب حلو. الله الله مباط جميله يا ماما عاملاها كده داير ما يدور. الله بتغيريها من هنا؟ بتبصي بتغيري من هنا صح؟ لا هي بتغير اللون من هنا. ممكن تثبتيها كده او تخليها بتلعب كده. حلوه ايه والله طويله ما شاء الله. دي 5 متر دي ولا 6 ولا 7؟ دي 7 صح؟ متهيألي الراجل كان قايل لي 10. معقول؟ وعندك الفرع ده هتعلقيه فين؟ على الابلكار كده عشان هو صغير لان الفيشه جنبه. بس الفيشة فيها كهرباء فيها هجيب مشترك ان شاء الله. بصي بصي على ايه كده؟ طب وريهولنا. يعني يا دوب على قده. بصي كده والفيشة. استني طب انا همسك معاكي. استني. الله الله جميلة. دي بت الاضاءة لا لا بجد بتتحرك؟ هي دي ثابتة بس تسخن بس شوية. الله حلوة. ده متر واحد صح؟ هي فين مش باينه اهي؟ ما تنزلي ايدك مش باينه هي مين؟ بس عايز تتعلق حلو عشان تبين. كده بصي لما طفينا جميله ازاي حلوه قوي. عارفه دي ممكن تشغلوها بالليل بقى على السحور كده هاديه سهاري صح؟ ده الديب فريزر بقى عايزين ناخد جوله فيه يا ماما. الديب فريزر بتاعك توشيبا زي اللي عندي صح؟ نفس الحجم بكل حاجه. ده كام التاني برضو اللي مليان؟ طيب قولي لنا حاطه في ده ايه والتاني ايه. لان التاني انت باين حاطه فيه الحاجات اللي هي معمره شويه يعني ممكن تطول معانا شويه. هنا حاطه فيه استخداماتك صح كده؟ لا وهنا برضو ده شايله فيه حاجات. بصي مفرزه بس ما شاء الله منضفه ومروقات. حاطه هنا ايه؟ كرنبيت. ده كرنبيت. عشان انا بعمل شوربه ليا كتير كرنبيت وورق كرنب و... ده كرنب. هنا بقى الكرنب عامله ورق. الله والرمان اهو تحت انا شايفاه. عندك رمان اللي قلت لي عليه عاملاه للعصير. للعصاير رمان. حلو قوي ما شاء الله. انا ما لحقتش اشوف كل ده كرنب ورق. كل ده كرنب اللي تديني منه. كل ده كرنب وده
السلق. السلق ده سلق القلقاس. اما القدره في الثلاجه او الفريزر الثاني حلو. برده ملوخيه. باميه. بس انا مش مفرزاها الصراحه، اللي فرزتها خلصت. دي جيفريكس. انت بتجيبيها ايه، الزيرو ولا الوسط؟ الوسط، بحب الوسط. الزيرو ظبطته قوي. القلقاس حلو. انا عامله بصل كتير عشان لما اجي اعمل محشي بسرعه بسرعه بسرعه. يا ريت تاكدي ان البصل طعمه حلو ولا بيغير معاكي. لا لا لا، جدا جميل قوي. انا بستخدمه للمحشي فقط، لان اللي بيلخمني هو المحشي. هو المحشي اللي عايز كميه يعني. بقيت برضو امال شايله الفاكهه فين؟ هناك المانجا وكده. هناك هناك المانجا والفراوله فوق اللحوم اللي بتاعت الاسبوع. تعالي شوفيها. طب تعالي. حلو. بصوا دي بقى رمضان احلى معتيته زي بتاعت جده اللي بره، بس هنحطها بره ماما معلش عشان يبقوا جنب بعض. هحطها هنا مع جده يبقوا في الوش كده، ماما اللي داخل يشوفهم صح زي بقيت. اهو التلاجه بتاعت ماما توشيبا برضو، بس دي سيلفر فاتح. انا عارفه ان حجمها صغير، بس قصدي اللون مش زي الديب فريزر. تعالي بقى نشوف الديب فريزر ده. ده اللي هو الافقي صح؟ لا بس ده كريازي القديم بقى اللي هو كان سنه 95. كريازي القديم اللي بينور ده لما تفتحيه. بسله. شايله بسله مفصصه بسله. الله ما شاء الله كتير ما شاء الله. اللهم بارك. ده الدرج او يعني الدرج. زي رف وتحتيه بقى طبعاً فراغ كبير. طبعاً هو اصلا للعيش برضه. الله ما شاء الله. فراوله. فراوله. ايوه ده طبعا. في بسله تاني تحت. جوافه. وجوافه. يعني احسن حاجه ان انت بتلمي كل صنف في كيس كبير، هو مساعدك على كده. برضه بسله والقاس. بتاع ده. في تحت مانجا انا شايفاها الكبيره دي. اهي اكياس البيضه دي. حطها في كيس برضو جدع. ايوه احسن. بس خلاص يا ماما ما تتعبيش نفسك، والله شفتها. برضو دي اللحوم، بس انت مجمعاها برضو في كيس صح كده؟ في كمان. لا دي كده بقى. بقيت كرنب برضو، لان انا شايله ورق عنب يا ماما. كنت وخلص. ده انا مهما اشيل انا استخدامي في ورق العنب اكتر. طب هتعملي ايه في رمضان؟ كرنب. ايوه كرنب. لا انا لقيت ورق العنب طلع، قال لي الربع ب 15. قلتي لي امبارح صح. فهجيب ورق عنب. ايوه بيجيبي بقى على حسب رقم برضه. طلب طماطم اهي. ولما يرخص جيبي تاني. الطماطم تحت ماما بتشيلها بحالها صح؟ انا بشيلها بحالها. عشان عندك مكان ما شاء الله. امال الفريزر التلاجه شايله فيه ايه بقى؟ حاجه الاستخدام الاسبوع كده؟ الفراخ واللحمه والحاجات دي صح؟ ايوه. لا الحاجات بتاعت الاسبوع بتاعت الجبنات بقى هنا في الثلاجه عادي بقى. الثلاجه العاديه. بس اهم حاجه انا ما بعرفش اقعد الا لما اكون عامله البسله، عامله الملوخيه، عامله متجهزه. ايوه صح، عشان ما تاخدش وقت، عشان برضو لما تيجي ربنا يخليك. هتطحن لنا الشطه دي؟ دي انا حاسه. ماما خلي بالك عشان الباب الانفيه والله العظيم هتتعبي. ان شاء الله. لا هنعمل البسي كمامه ان شاء الله. ان شاء الله. ماما جابت يميش رمضان قبليه. جبتي ايه يا حبيبتي؟ جبتي جايباهم منين الاول؟ والله جبتهم من فتح الله، احنا بنحب فتح الله قوي. ايوه جا حلو. ده الفلفل مش شيليه على جنب، ده فلفل اللي هو الاسواني ده. ده اللي طحن. ايوه شطه. جبتي تمر اسمها ايه؟ تين. تين. الله ما شاء الله ده فاتح. حلو. ده بكام اللفه تفتكري؟ والله هو مكتوب عليه كل حاجه، بس انا لا ما عليهوش السعر. لا عليه السعر. معقول؟ تقريبا 36 حاجه كده الواحده اللفه. ايوه اللفه. اللفه. وده تمر؟ لا ده بقى يعني معلش جاي كده من اسوان. تمر اسواني جدا، وانا ما بحبش الا النوع ده. الناشف قوي ده. ايوه ما هو ده بتاع البل ده، مسكر قوي ما شاء الله. لو كمان بحب اكله ناشف كده. حلو. ايه تاني؟ دي فانيليا. جبتي سايله وبودره؟ سايله وبودره. لا وجبت بودره. الاسعار زي ما هي هناك يا ماما. حاجات كتير جدا، بس ده اللي طلعته من الثلاجه. وده محلب اللي احنا جبناه مع بعض ده من الحازم. ده جوز الهند. ده جوز هند. مبشوره. ده كاكاو خام. ده بجيب بوكسومات بحبه عشان انا ببهره. قالت لي تاخدين بهر؟ قلت لها لا انا ببهر. عندها بوكسومات مبهر وساده. مش جبتي البانيه. بصي حاجات كده ثاني بس ثواني معلش. ده كاكاو ايه، اسباني ولا ايه؟
حلو بستخدمه ب 70 جنيه الكيلو. والمشمشيه حلوه والزبيب يعني كله كده واتنين قمر الجين. جبتي المنال النادر. اما الخروب لقيته مجروش بس كسر لي الخلاط السنه اللي فاتت فانا هجيبه باودر. طب انت ايه بتحطي لي في الخلاط اما بتعمليهوش ليه على طول هو خشن مجروش كده على النار على طول؟ لا بصي مش بيديكي نكهه الخروب اللي هي التاني كمان المجروش لازم يتطحن اكتر. لا ده روعه بقى. انت جبتي كركديه ولا عندك؟ عندك اسواني صح؟ عندي كركديه اسواني، ملوخيه اسواني، كل ده عندي. طب حلو. فالكركديه هتستني تجيبيه من حته تانية صح؟ من اسوان. لا قصدي الخروب، الخروب هتجيبيه من لا من عنده برضو عنده المجروش بس اللي هو بالكيلو بيوزن لك سايب فهو ده هجيب منه. طب حلو. يومها استعجلنا ومشينا نسينا نروح نجيب الخروب اللي هو بالكيلو ده. مش بتجيبي صوبيا يا ماما؟ لا مش بتحب يعني مش ماشيه معانا. بحب الخروب والكركديه بس. حلو حلو جميل يا ماما. وتمر وقمر الدين وفاكهه بقى والله مش كتير. لا وبعدين رمضان هيجي مش عطشانين يعني قوي باذن الله. هيبقى مش محتاجه عصاير قوي يعني. حلو والله يا ماما كل سنه وانت طيبه. طب اطلع اعمل لك الفانوس ده. بصي اطلع انا حطيت لك الورق ده فهطلع اعمل لك الفانوس زي بتاعي بالظبط. هطلع بس افرش مشمع. كان فاضلي خلاص ربع ساعة كده والمفروض انزل، يعني انا قلت الولاد بترجع على 3 الا ربع كده احاول انزل من البيت 12:30 على مسافة السكة بقى، مع ان انا اعمل احتياطاتي ان انا برضو اروح بدري شوية، محبش ابقى مزنوقة في الوقت، فبرضو الواحد يعمل احتياط لاي حاجة لا قدر الله تحصل في السكة. المهم يعني قلت ربع ساعة كده بعد اذان الظهر ما يأذن والناس تصلي والكلام ده الجوامع يعني تبقى فضيت عشان اعرف اطلب اوبر ابقى انزل هنا بقى. عملت لها الفانوس زي بتاعي بالظبط، هو ما يحتاج وش تاني صراحه يعني، بس قلت لها لما ينشف بدي له وش تاني لان هو ما كانش ينفع ادي له وش تاني على الوش الاولاني كده. بس المهم الجو كان حلو يعني، عايز اقول لكم هو مش قوي اليومين دول، في شويه سقعه يعني سقعه بزياده شويه عن الايام اللي فاتت، بس يعني يعتبر الجو مقبول، ما هوش عواصف بقى ورياح ونوات والحاجات دي. فانا كنت راجعه هنا على الطريق الصحراوي، بس يعني الحمد لله روحت البيت. انا لسه راجعه من عند ماما اهو. بصوا بقى جبت الحاجات دي ليا انا من رنين، لان انا ما لحقتش امبارح لما رجعت من بره اصور لكم الحاجات اللي انا اشتريتها. الحمد لله رجعت بدري. بصوا الساعه كام، 1:30، والولاد بيطلعوا الساعه 2، على ما بيجولي البيت بيبقى 3 الا ربع. فالحمد لله يعني ان انا ايه لحقت السكه وهي فاضيه شويه. بصوا جبت اول حاجه من رنين هنا الغطا اللي هو بيبقى مانع الطرطشه ده، حلو قوي. كان عندي منه قبل كده واحد بس بدراع طويل من هنا كده شبه الطاسه، بس ده بغطا حله كانه غطا حله بالظبط، بس هو شبكه عشان لو مثلا بتقلي بتشوي حتى بتعملي حاجه يعني بتطلع طرطشه جامده. استنى افتحه. بتحطيه على الحله كده من فوق عشان تمنع الطرطشه عليكي او على البوتاجاز نفسه او الرخامه او الكلام ده. بصوا هو الكيس اصلا لازق فيه. بصوا الكيس لازق من هنا في المسمار اللي من تحت، بس هو حلو قوي تغطي بيه الحله مثلا لو انت سايبه فيها اكل او حاجه بتطرطش زي ما قلت لكم، وكمان لو حبيتي تغطي فاكهه في طبق الفاكهه بتاعها ممكن تغطي بيها زي كده اهو. ده طبق الفاكهه مثلا لو حاطه فيها سفندي او حاجه او موز حتى ممكن تغطيه بالشكل ده، او عامله معجنات مثلا يعني اي حاجه. هو حلو قوي بصراحه وعملي وبينضف بسرعه. كان عندي منه واحد مش عارفه راح فين. ده بقى 10 جنيه الطبق ده، كان ب 10 جنيه الغطا ده يعني ب 10 جنيه. جبت كمان، بصوا هي حاجات بسيطه يعني ما جبتش غير الحاجتين دول، اهمهم طقم كوبايات اللي هو الماركه التركي اللي اسمه باشا بيتشي تقريبا ده اسمه يعني. الماركه دي حلوه جدا على فكره، والازاز بتاعها يعني نضيف قوي تحسوه كده اقرب للكريستال، بس من الحاجات النقيه اللي ما فيهاش شوائب يعني الازاز بتاعه نقي جدا، وكمان ما فيهوش لحم، ما فيهش لحومات هنا مثلا ولا تحت ولا حاجه كده تضايقك. الحجم ده لقيته حلو قوي، ينفع ميه وينفع عصير لان هو مش طويل قوي ومش قصير وصغير، هو كبير على فكره من جوه.
الساعه بتاعته كبيره. بصوا ايديا ملونه مطرح الفانوس لما لونته لماما. عجبني قوي اللون البينك ده. في كمان كان الازرق وفي منه الرصاصي، ثلاث الوان دول، وفي موف كمان اربعه. بس انا لقيت ده اول حاجه وهو ده اللي عجبني. عندي منه شكل تاني ازرق، بس يعني انا مش بحب الازرقات قوي بصراحه يعني، ف الشفاف بحبه هو والبينك الفاتح ده. دول ستة كانوا ب119 جنيه بدل 135 حاجة زي كده. موجودين فرانين زي اللي صورته لكم كده امبارح. وكمان جبت القطعة دي، هي قطعة ديكور في منها اشكال كتير. هي حاجة كده زي البنور جواها ورد صناعي كده، برضو ديكورية قوي يعني. هي عجبتني وبعدين لقيت سعرها حلو، عاملين عليها عرض ب60 جنيه او ب62 جنيه اهي. هي عبارة عن وردة، انا اخترتها وردة بيضة او اوف وايت كده، لان كان في منها سيمون وحاجات كده، وبعدين معها زلط صغنن بتاع الزينة ده، بس هو لازق فيها مش بيتحرك. ففكرت كده اروح احطه مثلا هنا في الصينية دي، مش عارفة بصراحة انا هحطه فين، بس يعني قلت اجرب معاكو، او هنا مكان دي. انا بصراحة مش حابة احط زرعتين، ف هشيل واحدة واحط تانية، مش عارفة بقى انتوا قولولي برضو مين الاحلى فيهم. دي كانت ب62، وكمان طقم الكوبايات قلت لكم ب119 بس كده. تعالوا بقى ندخل نعمل الغدا، عشان الحمد لله لسه عندي وقت اعمل الغدا. دخلت على المطبخ على طول بصراحة، وقلت بقى ما فيش وقت اغير هدومي، هي كلها ساعة ساعة وشوية وهلاقي الولاد جايين، فمش كل شوية هفضل اقلع وانزل، فخليني بقى بالملابس كده على طول هحضر الغدا. كنت مطلعة نص كيلو لحمة مفرومة، حطيت عليها شوية بصل مفروم يعني قد بصلتين كده مفرومين، وحطيت عليهم ملح وفلفل اسمر، محطيتش اكتر من كده. كان نفسي احط شوية خضرة او بقدونس مثلا، بس ما كانش عندي. حطيت بقى معلقتين بقسماط عشان تمسك شوية، لان البصل ده يعني مفروم بحاله مش عصره من الميه بتاعته. فهبدا بقى ادعكم كويس جدا كده مع بعض لحد ما تبقى متجانسه والكفته تمسك. النهارده هعمل صينيه كفته تحفه. والناس اللي شافت معايا الفيديو بتاع امبارح، الطاجن اللي احنا استخدمناه او اللي انا حرقته بتاع الكنافه اللي انا كنت لسه جايباه الفخار ده، هو ده اللي انا هعمل فيه الكفته. يعني بص انا عايزه استخدمه لحد ما اعرف كده هو فعلا حلو ولا لا، عشان ابقى نقلت لكم التجربه كلها. بس هو مبدئيا ما شاء الله حلو يعني، الفخار اكيد معروف من زمان، مش انا اللي حاجه اتكلم عنه، فقلت برضو اجربه لانه بيدي نكهه تحفه، رغم ان هو بيطول سنه في الفرن عن يعني عن ما هتحطي الاكل في صينيه مثلا معدن. الفخار بياخد وقت على ما يمتص الحراره، وبياخد وقت برضو على ما يفقدها، فهي برضو تعتبر ميزه. بس في الاخر بصراحه ريحه الاكل فيه حلوه جدا. بعد ما عجنت الكفته بالشكل ده، بصوا بقى كنت مقطعه بصله ومقشره بصله ومحضره طماطميه وكمان قرن فلفل بارد، وجبت الطاجن بتاعي كده اهو من غير ما ادهن اي حاجه. هقطع البصل جوانح كده، تقدري طبعا تكتري على حسب الكميه اللي عندك، انا بما اني عامله كميه مش كتير فاستخدمت بصله واحده. فهعمل ارضيه كده من الخضار حلوه قوي تحت الكفته، بتديها نكهه حلوه جدا، وتقدري تاكليها معاها لو هتعملي كفته سندوتشات او حتى تحطيها على مكرونه، مهم يعني في اي طريقه اكله هتلاقيها حلوه جدا. شويه الخضار اللي احنا هنحطهم دول هيتبلوا كمان، حبيت احط عليهم شويه ملح وفلفل عشان اتعكم بايديا والميه بتاعتهم تنزل، وهقطع كمان الفلفل. اكل رمضان على فكره باذن الله مش زي دايما بقول لكم، مش بيختلف كتير بالنسبه لي عن اكل الايام العاديه، غير ممكن يزيد حاجه بسيطه في الكميات، لكن عايزه اقول لكم والله اوقات كتير جدا بيفيد معايا. يعني بنقعد نقول هناكل هناكل هناكل، اول ما نحط السفره بنلاقي اصناف كتير، شوربات على لحوم على رز على مكرونه، او يعني صنف واحد منهم حتى، او محشي، عصاير، مش حلويات، فتلقي خلاص المعده اكتفت بعينات من كل صنف، وبتقومي تلقي الاكل زي ما هو، واحتمال يكفي معاكي تاني يوم ان ما كنتيش عملتي حاجه جنبه بسيطه بس عشان السفره تكمل. لكن والله يعني بحس ان رمضان يمكن اقل في اكلاته او في كمياته عن الايام العاديه. هنا فرشت بقى الحاجه كده تحت في الارضيه يعني بتاعه الصينيه، وهبدا اصبع الكفته. انا هعملها صوابع عاديه جدا طبعا، لو خدتوها لفه في الكب هتبقى احسن، وده دايما بحب اعمله معاكم. بس يعني صراحة كده انا كنت مستعجلة خلاص، قلت هو اي اكلة عشان الولاد ترجع من المدرسة، ما حسش ان انا قصرت معاهم بقى، وان انا قضيت اليوم كله برا ولما رجعوا ما سألتش فيهم.
فعجنتها على ايديا كويس، والله طلعت حلوة جدا عادي يعني. رصيها بقى بالشكل اللي يعجبك او اعمليها كور، حتى مش شرط تبقى صوابع، ممكن تطولي الصوابع عن كده او تقصريها برضو يعني زي ما يعجبك. انا مشغله الفرن عشان الطاجن زي ما قلت لكم لازم يدخل على فرن سخن لانه بياخد وقت جدا على ما يسخن، فلازم الفرن يبقى سخن قوي. خلصت الكميه اللي معايا وبقيت الصبع الاخير ده رحت عاملاه كور عشان مش لاقيه له مكان، وحطيته بقى بالشكل ده. هعمل جنب الكفته دي ايه، هعمل جنبها مكرونه، حبيت بس اديها رشه زيت كده تديها لمعه، رغم ان اللحمه انا كنت شايفاها فيها نسبه دهن بس يعني قلت تدينا لمعه كده من على الوش. وحطيتها في النص الفرن بالظبط، فتحت الشوايه من تحت وفوق، يعني فتحت النار تحت والشوايه من فوق عشان تستوي وما تنزلش ميتها. هنا بقى هسلق المكرونه وهعمل كمان الحلو كده سريعا، وانا واقفه لسه معايا وقت، كان فاضل تلت ساعه كده ولا حاجه، فحطيت لتر من الحليب على النار، ما كانش عندي فاكهه، كانت الفاكهه خلصت فقلت اعمل لهم حاجه حلوه يعني. حطيت على لتر اللبن ده وهو بارد كده معلقتين من السكر، وعلى حسب الرغبه طبعا على حسب ما انت بتحبي، وهحط معلقتين من الكاكاو، حطيت 3 معالق سكر ومعلقتين من الكاكاو الخام ومعلقتين من الكريم شانتيه البودره، دي الحاجات الاضافيه اللي انا حطيتها من بره. هحط كمان كيس فانيليا عشان النكهه تزيد اكتر. هو اللي انا هعمله ده زي ما تقولوا كده بودينج شوكولاته هوت شوكليت بس بيتاكل بالمعلقه. المهم ان هيمسك كل الكلام ده هو الكريم كراميل بتاع دريم. انا جبت 2 باكو، هستخدم طبعا البودره بس مش هستخدم الكراميل نفسه. وعايز اقول لكم الطريقه دي مجرباها من زمان جدا، بقالي 3 4 سنين كده بعملها بس تحفه. كنت جايباها من على جروب على الفيسبوك كانت حلوه قوي، بس ما كنتش فاكره هما مسميين الوصفه ايه، بس بغض النظر عن المسميات هي حلوه. حطيت 2 باكو كل ده على البارد خلاص، قلبت بقى كل ده كويس جدا وهرفعه على النار. اول ما يغلي معايا والقوام يبدا يتقل شويه هضيف مكعب الشوكولاته اللي انتوا شايفينه ده، هو حسب الرغبه برده بس انا بحطه عشان تحسي كده فعلا ان انت بتاكلي شوكولاته مش مجرد حاجه معموله بالكاكاو كده وخلاص. الميه كانت بتغلي على النار، هرفع بقى الحاجه عشان احط البودنج ده يستوي وكمان اسلق المكرونه. يعني بص انا كنت بشتغل بسرعه جدا والله في الوقت ده، بس الحمد لله ربنا يعني كان مسهلها معايا شويه، رغم ان انا طفيت على الحاجه وانا ما بيهمنيش والله، عشان لازم لما انزل اكون طافيه على الاكل، ما بيهمنيش بقى هيتحرق مثلا ولا الرز يعجن ولا مش عارفه ايه، بس ما ينفعش انزل واسيب حاجه على النار لا قدر الله، حتى لو المسافه قصيره الله اعلم الاعمار فيها ايه، فما ينفعش نسيب نار شغاله وننزل ولا حتى حاجه بالكهرباء. المكرونه اتسلقت معايا وصفيتها، او يعني صفيتها بالميه سخنه وغسلتها بميه ساقعه، وكل ده البودنج على النار. بس عايز اقول لكم ان انا بقى في الوقت بتاع المكرونه ده اول ما صفيتها الميس بتاعه الباص رنت عليا، فطفيت على كل حاجه حتى البودنج طفيت عليه، رجعت فتحت عليه تاني دلوقتي اهو، اول ما بدا يسخن معايا حطيت بقى مكعب شوكولاته، شايفين البودنج بدا يسخن ويطلع بخار لسه ما غلاش بس سخن، فحطيت مكعب شوكولاته هيدوب وهيتقل معاه وخلاص. الكفته بقى كنت طلعتها من الفرن كنت برضو طفيت عليها عشان انزل، ولما رجعت فتحت تاني كانت ريحتها تحفه بصراحه، ريحتها حلوه قوي، ريحه الفخار مسيطر على ريحه الاكل. هنا بقى البولات دي انا طلعتها من النيش، غسلتها طبعا الاول وبصراحه ما نشفتهاش، هي هتلاقوها مبلوله بس قلت مش مهم يعني، صبيت فيها البودنج ده على طول وهو سخن كده بيمسك بسرعه جدا، هوريكم كمان القوام بتاعه بعد ما بيبرد بيبقى حلو ازاي. ده بقى بيتاكل بالمعلقه بيبقى طعمه حلو جدا جدا، بالذات بقى الربيع اللي احنا داخلين عليه ده ان شاء الله، يعني الواحد بيبقى محتاج ياكل حاجه كده بارده بعد الفطار او بعد الغدا او العشاء حتى، فده مناسب جدا، جربوه كده ان شاء الله هيعجبكم. سبته بس هنا على السفره عشان يبرد لان المطبخ كان سخن جدا بسبب الفرن. والمكرونه عملت لها صلصه سريعه وخرفتها انا والولاد اكلنا، لان باباهم كان لسه جاي من الشغل وكان واكل، فكلهم كون في وقت واحد الحمد لله، وانا كنت خلصت كمان فما كانوش مصدقين ان انا رحت لماما وجيت وعملت الاكل كمان، الحمد لله والله توفيق من ربنا. وده البودنج بعد الغدا حبيت اوريه لكم، رغم ان انا لسه ما دخلتهوش الثلاجه بس قوامه حلو جدا، اتمنى ان انتوا تجربوه، ويا رب تكونوا اتبسطتوا معايا من فيديو النهارده واستفدتوا لو شيء بسيط جدا. وما تنسونيش بدعائكم الصالح، ما تنسوش تعملوا لايك الفيديو وسبسكرايب للقناه لو اول مره تشوفوني. اشوفكم على خير باذن الله في فيديو جديد، مع الف سلامه حبايب قلبي.